حمادة يسأل ما حكم تربية الحمام يفعله غير الصالحين، لما يخشى من أن يأتي حمامك بحمام ناس آخرين ويختلط فلا تستطيع أن تميز حمامك من حمامهم، فيرسلون الذكران أو الإناث لاستقطاب النوع الآخر ويأكلون أموال الناس بالباطل، فضلا عن التصفير والعبث الذي يفعله تجار الحمام، أو عفوا يفعله الذين يربون الحمام.